قفلنا الشخصيات التاريخية، لكن بعض الأصدقاء كلموني قالوا لي طيب ما طالما اتكلمت على الإسكندر وبداية المقدونيين في مصر، ما تقفل بقى بيه نهاية المقدونيين ونهاية أسرة البطالمة والملكة العظيمة كليوباترا السبعة. وما أقول عن عظمة كليوباترا السبعة هنا لا أقول من إن كليوباترا كانت عظيمة فيما قامت به من أعمال، على الرغم من ما قامت به من أعمال وما أدت ولكن على ما كتب لها التاريخ وما أشار إليها التاريخ. كليوباترا هي ابنة بطلميوس ال 12 إليتوس أو الزمار. كليوباترا ولدت في يناير 69 قبل الميلاد في الإسكندرية، هي رقم 7 في السيدات اللائي حملنا اسم كليوباترا، والذي ظهر للمرة الأولى في النصوص المصرية مع بطلميوس الخامس حين تزوج من ابنة الحاكم السلوكي كليوباترا الأولى. وكيلوس باتروس اسم يعني مجيدة الأب، وهو اسم يعكس مكانة ارتباط قوي بالأب. وكليوباترا الحقيقة نموذج يحتذى به في دراسة مكانة وقوة وشخصية المرأة. القصة كلها زي ما احنا عارفين أن الأب بطلميوس ال 12 تعرض لبعض المشاكل ثم هرب إلى روما تاركا ابنته وابنه. كانت الابن بتكبر أخيها بحوالي من 7 إلى 8 سنوات اللي هو هيبقى بطلميوس ال 13. لما رجع الأب سنة 51 إلى مصر وأعادوا الاثنين الضباط الرومان كان بومبي وماركوس أنطونيوس. الأب رجع وكان عليه السعي أن يرد الدين لروما، لأن مدة إقامته في روما اللي استمرت لسبع سنوات دفع فيها كتير من الفلوس واستدانت مصر، وكان يوليوس قيصر تحديدا أدانه بكثير من الأموال. سنة 48 وبعد هزيمة بومبي في فيرسالوس وهروبه إلى مصر ومجيء يوليوس قيصر خلفه، قتل بومبي في مصر، ثم دخل يوليوس قيصر إلى مصر متوسما أن يجد حل لمشكلتين: الأولى الانتهاء من بومبي ودي انتهى منها، الثانية أن يسترد ما له من أموال والديون الكتيرة جدا اللي كانت على بطلميوس ال 12. كليوباترا في الوقت ده كان بعد موت الأب، بعض المصادر بتقول إن هي تزوجت من أخيها بطلميوس ال 13 على أن يشترك في الحكم، لكن قوة السلطة وصراع السلطة ما بين كليوباترا وأخوها بطلميوس ال 13 أدى بها أن تهرب من مصر. ولما وصلت إلى بوليسيوم عند بورسعيد دلوقتي تقريبا، حاولت إنها تحارب أخيها وبدأت تعد العدة لجيش ليه، وبدأ هو يعد العدة لجيش ليها. كان يوليوس قيصر وصل وبدأ يطلب لقاء الشقيقين لحسم هذا الأمر. التقى بكليوباترا وبطلميوس ال 13، وكليوباترا طلبت حماية روما وطلبت التدخل الروماني، والقصة اللي يتكلموا السجادة واللفة ودخولها اسكندرية متخفية، القصة اللطيفة دي. كليوباترا لما دخلت اسكندرية وتخفت ودخلت وبقت مع يوليوس قيصر، في الوقت ده كانت يوليوس قيصر ما كانش عاوز من كليوباترا، هو لم يكن يحب كليوباترا، ما كانش بيحبها، هي اتحصرت هي ويوليوس قيصر في اسكندرية شوية لما مع القوات المصرية لغاية اما التعزيز الروماني وصل لحرب اسكندرية الشهيرة. يوليوس قيصر كمان كتب عنها كتاب، ذكر في وسط الكتاب سخرية وتريقة ومش عارف ايه، لكن كان يوليوس قيصر حريص او في وسط سخريته وتريقته والكلام ده انه يتكلم على مجموعة من الموضوعات اللي بتوري ازاي يتعرض لضغوط، ولولا المدد اللي جاله كان هيتعرض الى هزيمة نكرة. خرج هو وكليوباترا في الرحلة النيلية الشهيرة لمدة 3 شهور اللي رجعت منها كليوباترا حامل. بعد يقول لك كان يهيم يوليوس قيصر بها عشقا، لا ولا كان هو كانت بالنسبة له هو صرا، هي عايزة تبقى ملكة وتجد أن يوليوس قيصر هو الملاذ، وهو عاوز يسترد ما له والديون المثقلة والأمور اللي هو محتاجها من مصر، فوجد أن دي هي المناسبة لي. كان لقاء مش عايز أقول جواز مصلحة لأنه ما كانش جواز، لأن القانون الروماني كان لا يسمح بزواج الأجنبي ولا تعدد الزوجات، وكلاهما ينطبق على يوليوس قيصر وعلى كليوباترا السبع. كليوباترا كان ليها أخوها اللي هو بطلميوس ال 14 اللي تزوجته عشان ينتقل الحكم بشكل سلمي بعد موت بطلميوس ال 13. كليوباترا حملت من يوليوس قيصر انجبت ولد، بعض المصادر تقول بطلميوس ال 15، بعض المصادر تقول قيصر الصغير، بعض المصادر سموه قيصرون، وده يمكن الاسم اللي احنا هنشوفه مكتوب على جدران معبد دندره، وهي كليوباترا في المنظر الشهير اللي في الجدار الخلفي للمعبد قدام الاسيوم، وهي بتقدم ابنها للمعبودات المصريه باتجاه وهي بتقدم ابنها للمعبدات المصرية في منظر من المناظر النادرة اللي بتقدم في الحضارة المصرية.
كليوباترا بعد كده اخذت ابنها سنه 45 واخوها اللي هو بطلميوس ال 14 وراحوا الى روما واستقروا هناك سنه، وقابلها بومبي مقابله رائعه، بل انه قدم لها تمثال ذهبي في معبد فينوس، وكان بيعملها معامله الملكه. هو هنا بيعملها معامله الملكه في محاوله لاحتوائها بكل الطرق، ولكن اتت الريح بما لا تشتهي السفن. في 15 مارس 44 اتقتل قيصر في السيناتو. كليوباترا وجدت الامر في غير صالحها، لان روما اشتعل فيها الصراع بشكل كبير. قررت كليوباترا العوده الى مصر، وبعد العوده مات اخوها بطلميوس ال 14، وكان عنده حوالي يمكن 14 سنه و 13 سنه. هنا كان الجواز من اجل السلطه. البعض قال لك بقى ان هي كليوباترا قتلته، البعض بيقول لك مات ميته طبيعيه. ايا كان الامر، كليوباترا اعلنت نفسها هي وابنها قيصرون ملوك. في الوقت ده كان اوكتافيوس، ماركوس انطونيوس، ماركوس ليبيدوس، الثلاثه ضباط الكبار اللي من انصار يوليوس قيصر، كانوا بيسعوا بكل القوه لاستعاده ملك يوليوس قيصر في مقابل اعدائه. وبدات كل طائفه في روما تطلب من الممالك اللي في الخارج مساعدتها لاحتواء الامر. فحاكم أوبروس كان واخد موقف ضد أنصار يوليوس قيصر. كليوباترا قالت لا، أنا هساعدكم. هي بصت لقدام، قالت لما ساعدهم دلوقتي ربما لما أطلب بعد كده ما لقيصر من حق وما لمصر من حق في ميراث يوليوس قيصر، يبقى لنا الحق إن احنا نتكلم. بعد انتهاء الحرب وبعد انتصار ماركوس أنطونيوس وأكتافيوس وماركوس ليبيدوس، كان أكتافيوس بيقر ببقائه في روما على أن يتحرك ماركوس أنطونيوس للسيطرة على الأمور، وضم مجموعة من الممالك في الشام. وصل ترسوس، وفي ترسوس قابل كليوباترا اللي انضمت إليه، وكانت تعلم تماما أنه كان يميل لها حبا. لم تبذل معه كليوباترا الحقيقة مجهود كبير، يعني ما تعبتش كتير، لكن تزوجته بسرعة جدا، وكان زواجها منه بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير في روما. لأن أوكتافيوس بكده أوكتافيوس نظر أن أخت أوكتافيا اللي كانت زوجة ماركوس أنطونيوس تعرضت للظلم، أن ماركوس أنطونيوس خالف القوانين، الدنيا أصبحت تسير في اتجاه غير مقبول من الطرفين. بدأ مارك أوكتافيوس يراسل ماركوس أنطونيوس في رسائل أنه يعود إلى روما، لكن ماركوس أنطونيوس الحقيقة كان العشق مع كليوباترا التي لم تبذل مجهود زي ما قلت، وأنجبت له توأم اللي هم كليوباترا سيلين وألكسندر هيليوس، الولدين اللي أنجبتهم من ماركوس أنطونيوس، وعملوا حملة البرثيين، الحملة اللي ما حققش فيها أي انتصار. بعدين لما انتصر في أرمينيا دي كانت شوية يعني أدت لماركوس أنطونيوس نوع من الثقة بالنفس، ولكن ظلت الأمور ما بين ماركوس أنطونيوس وأوكتافيوس تسير من سيء لأسوأ، حتى طلقت أوكتافيا أخت أوكتافيوس، وعاد ماركوس أنطونيوس إلى مصر زوج لكليوباترا. دخل القيصرون، ابتدت العلاقة بينهم تصل لأعلى مداها من العشق والغرام. في الوقت ده اللي كانت كليوباترا وماركوس أنطونيوس بيعمل، كان يتحرك أوكتافيوس بكل قوته بعد ما حصل على تفويض السيناتو أن يأتي بالعاهرة سكيرة الشرق كما ذكر في النصوص، اللي هي كليوباترا إلى روما مقيدة بالسلاسل. فتحرك إلى اليونان وبدأ يسيطر على الممتلكات هناك، اليونان هناك وتحديدا في جزيرة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد. في الوقت ده اتحركت كليوباترا والجيش بتاعها مع ماركوس أنطونيوس، لكن الجيش اتعرض للهزيمة. بدأت كليوباترا تحاول أن تستعيد قوتها مرة تانية، بدأ ماركوس أنطونيوس يحاول استرداد نفسه. ولا ننكر هنا أن أوكتافيوس كان في كثير من الأمور يخاطب ماركوس أنطونيوس أن يعود إلى صواب ويبتعد عن كليوباترا، لكن العشق والحب. ابتدت الأمور تسير ما بين الطرفين في اتجاه معاكس، حتى كانت هزيمة أكتيوم ثم العودة ثم سيطرة محاولة ماركوس أنطونيوس وكليوباترا استعادة ما لهم من قوة. حاول ماركوس أنطونيوس لكن فشل. كليوباترا ذكر له بعض الجنود أنها ماتت، حزن جدا، ولما علم بأنها وبدأ جيشه يهزم وبدأ يشعر بالهزيمة، حتى جاء أن خبر موت كليوباترا لم يكن خبرا حقيقيا. فماركوس أنطونيوس وجد أنه يعود إليها، فوجد منها اختلاف تام في الشخصية، وأنها لازالت تدافع عن ملكها بينما هو كان يحاول أن يسعى للدفاع عن الحب. وحين استشعر ماركوس أنطونيوس بأنه خاسر الحرب لا مناص ولا حل آخر، وأن أوكتافيوس يحاصر الجميع بشكل رائع، ما كان منه إلا أن قام بوضع نصل السيف على جسده وركض فوقه، وانتحر ماركوس أنطونيوس وترك كليوباترا. وفي 12 أغسطس 30 قبل الميلاد كان آخر ذكر لكليوباترا. كيف ماتت كليوباترا؟
هل انتحرت كليوباترا بحيث الكبرى؟ هل ماتت كليوباترا بطريقة أخرى؟ هل قتلها أوكتافيوس كما كان يذكر في أو كما كان يرغب في هذا الأمر ويأتي بها؟ اعتقادي الشخصي وإن كان لا يبنى على نص تاريخي، خاصة وإن حتى ما يذكر عن أن كليوباترا ماتت بحيث الكبرى النصوص التاريخية فيه متضاربة، أن كليوباترا ماتت بيد من حولها من المصريين وأخفي جسدها، ليس حبا لكليوباترا ولكن احتراما لملك مصر، فربما القريبين منها أرادوا ألا تهان مصر فوضعوا حدا لكليوباترا وأخفوا جسدها الذي لم نعثر عليه ولا على قبرها حتى الآن، فربما أن موت كليوباترا وإبعادها كان رغبة من المصريين في أن يحافظوا على اسم مصر وكيان مصر. ويمكن هضرب لحضراتكم مثل معلش بعيد عن هذا الأمر، تعرفين حضراتكم معبد إدفو كده بعيد عن كليوباترا شوية، معبد إدفو هو المعبد الوحيد اللي لغاية دلوقتي معبد بطلمي بس، مفيش فيه مناظر رومانية. لما بنسأل في تفسيرات كتير يقول لك إن في الغالب أن هذا المعبد الذي كان مخصصا للمعبود حورس أراد به المصريون ألا يجعله للرومان مكان في معبد حورس، وألا يكون الإمبراطور الروماني هو حورس، ولأن البطلمة كانوا يحكمون من مصر وكانوا عايشين في مصر وتمصروا، فكان ده ماشي إن أنا أدخله بصفة حورس. أما الرومان فلم يكن يمكن السماح بأن يكون حورس الذي يحكم مصر يحكمها من روما. 30 قبل الميلاد انتهت كليوباترا زي ما قلت 12 أغسطس، وانتهت أسرة البطلمة وتحولت مصر إلى ولاية تابعة لروما. أيا كانت المكانة، هل كانت ولاية تابعة لروما ذات طابع خاص، ولاية تابعة للإمبراطور، ولاية في النهاية أصبحنا جزء من إمبراطورية وليس مصر التي كان يعرفها العالم. كليوباترا السبعة شخصية من الشخصيات المحورية، الشخصيات الثرية في التاريخ، ارتبط بها العديد من الأمور، ارتبط بها الشامبوهات، ارتبط بها كريمات الشعر، ارتبط بها المساحيق، ارتبط بها البرفيوم، ارتبط بها الحمامات، كل دي لأنها كانت رمز للأنوثة ورمز للمرأة القوية التي يحلم بها الجميع. عاشت المرأة في كل عصر وليس كليوباترا التي أضاعت أسرة البطالمة. تحياتي لحضراتكم، نهاية شخصياتنا التاريخية، زي ما قلت هتنتظرون قريب جدا بإذن الله لو ربنا كتب لنا عم مع معابد الوحدة. شكرا جزيلا. Thank you.